مساكم الله بالخير. يا مرحبا والله ومسهلا. واليوم طالعين مع محمد ان شاء الله، ما ادري وين، والله ما ادري وين، ادري في محل واحد بنروح له بس لما تدريج، معناته المتابعين ما يشوفون السنابه هذه. ما جينا نصور نوقف؟ لازم نوقف. شو اسوي؟ والله ما نوصل. شو اسوي؟ قبلها ما اعرف وين، وين بنروح؟ والله لا تمشي، لا تمشي اللي ما تدريج، لا تمشي. انا اكتشفت السناب اذا جيت تصور وانت السياره تمشي يعطيك. يقولون ان في رحله جديده. عاد هالمره ممكن تكون رحله جديده، يعني جد جديده، يعني ما قد سويناها من قبل. وفي والله ها في هواجيس تقول لا محمد قال انت خبل، انت رايح تذبح نفسك. والله ايش رايك في الفكره الثانيه؟ قلت له والله روح موت انت. ايش الفكره الثانيه؟ ما ودي اقول لكم اياها الحين، بقول لكم اياها بعدين، بس انها رحله شوي خطره وبتاخذ من وقتنا تقريبا شهر الى شهر ونص. فما ادري والله اروح رحله شمال ولا اروح الرحله ذي. ولا اغلب مشاكلي اللي انا اعاني منها الصراحه النسيان، والله العظيم. كيف النسيان معي؟ ما شاء الله انت يعني تعديت مرحله خاص. بالله كيف اشرح لهم قربت مرحله الخرف. خرف. شوفوا يا جماعه الخير، والله العظيم انا عندي مشكله في النسيان، واكبر دليل اني انسى مفاتيح السيارات دايم، انسى اشياء كثير بعض الاحيان. وفي مره من المرات تدري بقول لك شيء، تدري اني مره نسيت مفتاح الكور في 3 سنوات في السياره وانا ما ادري وين. انا خاف شهر ما ارسل لك تنساني. والله انا فعلا نسيتك فتره، بس شو جوك زايم. ايه لا لفيت توجت، لا كنا احنا نستغلط مثلا. ايش وينه على لو جماعة الخير، النسيان عندي مشكله كبيره. فابغى اعرف وشو الشيء اللي يعزز الذاكره. وشو السمك اليوم بحري والله. طق يلا طق بسرعه. ما لي خلق. بحري. شوف المفروض احنا ناكل امس بحري جماعه، بس يلا ما عليه. بحري. اذا ما قد مرت عليكم المعلومه هذه سجلوها. تدرون ان الاكل البحري فيه ماده الاوميجا 3 المعززه للذاكره؟ الاوميجا 3 هذه اصلا تباع ككبسولات في الصيدليات، وتباع في محلات المكملات الغذائيه واماكن كثير. عشان وش؟ عشان تنشط الذاكره. وفي اشياء كثيره طبعا كلك ما بالذاكره تنشط. زين البحري زين، لا تقطعونه، خليك تبتهج. زين تبتهج، خليك مستصح. تبتهج. على طاري الاوميجا 3 والسمك، تدرون في مرة من المرات صار لي موقف والله يمكن ما تصدقونه ولا حتى انت يمكن تصدقه. تخيلوا طلعت ذاك اليوم ابغى اروح اجهز اغراضي في البيت، جهزت اغراضي وحطيت شنطتين، الشنطة الاولى اول ما وصلت عند السيارة حطيتها في المرتبة اللي ورا، الشنطة الثانية قلت لازم اركب السيارة واشغلها واحميها بعدين اجي اركبها في الشنطة اللي ورا، الشنطة حقت السيارة. اقسم بالله وما جاكم الا الصدق، والله اني نسيتها. شفتها ما شفتك، شفتك ما شفتك، كذا تعرف اللي نسيت ان في شنطة ورا. صبرت المطار، تخيلوا اني وصلت المطار وانا معي شنطه واحده اللي هي الشنطه اللي كانت في المرتبه اللي ورا. وصلت المطار، وصلت دبي اليوم الاول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، ما جت في بالي الشنطه. اقول لك ما مرت في بالي كذا، ما مرت. مو طب وين اغراضك؟ الين اخوي صور صوره قال لي هذه شنطتك، قعدت اطالع. 6 ايام بالشارع، اقسم بالله 6 ايام في الشارع. الله اكبر. 6 ايام تحت المظله حقت السياره حقتي في المظله. الله اكبر. قعدت اطالع الا والله. يا اخي والله فيك مشكله، لازم تراجع. تذكروني يوم قلت لكم اني انحرقت في تايلاند من الشمس؟ شوفوا ايش صار. وش هذا يا ربع؟ اي صيدلاني يتابعني اذا وش ذا؟ احد يشرح لنا، لاني والله ماني عارف. موجود حتى هنا بعد، تشوفون؟ هنا بعد في شيء بسيط. هنا لسه عالقين في الزحمة الحين، ولكن مقلعين إن شاء الله الحين إلى التحلية. وين بناكل؟ في مطعم؟ سمك. اليوم ناكل سمك. اليوم لازم ناكل سمك. نبي أوميجا 3، أوميجا 3. ونبي جاني هبوط لازم أصحصح. وما أبي أي أوميجا 3. أبي أوميجا 3. أوميجا 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 فريش أوميجا. ايش فيكم انتم؟ مو متواصل يا عض. ايش اوميجا محترمه جدا، اوميجا متعلمه ودارسه. اقول لك اسمك اقول كذا، ايش تقول؟ ايش تقول؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ترى جينا مدادرين لبعض. الله ياخذك.
طب مين بيدفع هنا الحين؟ ما خلاص عاد وصلتك بعطه ما قصرت يعني. يلا وصلنا المحطة هذه. الله يخليك. خرجت الموتر. شو ترجع؟ اصبر. حنا على طلعة. كانت ترمبة شيء. اصبر. بس دعس وطفى على طول. ها؟ ايش في كذا يحنحن؟ يمكن من اكثر الكومنتات اللي تجيني هالفترة هذه. والله يمكن اكثر من 5000 كومنت في يوم واحد كذا بس. ارجع ارجع سو 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 افعل. انا لازم ارد عليكم. اول شيء انا احترم الشخص هذا مهما صار ومهما بدر. انا رجل اقدر العيش والملح اللي صار بيننا والسفرات والروحات والجيات والتعب والى اخره. ولكن الواحد لما يقل ادبه والواحد لما يعني يخون الثقة اللي لا خلنا نتكلم. يخون الثقة اللي بيني وبينه خلاص يا اخي. لك طريق ولي طريق وانتهينا وخلاص. ما كان حاجة حصلت ولك كيانك ولي كياني وانتهينا خلصنا. الله يوفق يا اخي. والله العظيم ممنوعنا من ذا الكلام. تكفون طالب في شيء غلط اقسم بالله. يا الربع الكاميرا زين اللي اصور منها الان تلمع والله العظيم ما فيها وسخ. ما ادري ليه مغبشه كذا. شوف ما تلاحظون كان علي فلتر. ما مو بعاجبني. شوف اللي جيت اصور ورا. شوف كيف التصوير صافي. شوف من قدام مع الكاميرا نظيفه. والله ما اشتري 16 عماد. بجلس على الجوال ذا. جاي ما طالت طرقي وان كانها طال. والله لا هي مكسوره ولا شيء. اقول لك بتلمع. والله تلمع. ما ادري ايش جاها. ما ادري. تحملونه. تحملوا ذا الضباب اللي موجود في السنابه. شو كيف؟ انا احب التصوير اللي كذا. اللي قبل شوي ذا انا ما احبها نهائيا والله العظيم. انا فيني وسواس قهري. اذا الكاميرا وسخه مستحيل اصور. والله اكره نفسي والله. جماعة الخير والله العظيم ذا الولد يستهبل. ما استهبل ترى. يوم نطلع من الشقة ربع شوفها جن متابعة سمع قال حسس انه يبي يسمع صوت الموتور. اعطيته فجأة نزل سمع طط طط طط. انتم بس تخيلوا. لا 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 تفكروا انه صدق. بس تخيلوا ان احنا نطفي بنزين في الدايري. والله ما تدري ان الدايري ما فيه ما في مو بمحطات ما فيه شف ما فيه بتوقف وسط الشارع. شو اسوي؟ طب مو بيدي. شو اسوي انا؟ ليش اسوي؟ ليش ما انتبهت امس؟ ما يا اخي امس انا قايل لك عبول يا اخي. طب ما قصرت. الواحد يسمع الكلام يا اخي. بيته وصلنا من العسى ورحنا التحلية ورحنا العارض ورجعنا للشقة كله كافي وباقي ربع. يعني معبي شيء دسم مو بسيط. انا يعني ما لا تحسسني معبي الموتر الناس. الله ما ادري. الله يستر. الله يستر. لا ان شاء الله مرتاح. انت تعرف موترك. موترك يطفي كذا ولا ما يطفي؟ يعني 20 كيلو. الله يستر. الله يستر. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ترى جينا مدادرين لبعض. الله ياخذك. طب مين بيدفع هنا الحين؟ ما خلاص عاد وصلتك بعطه ما قصرت يعني. يلا وصلنا المحطة هذه. الله يخليك. خرجت الموتر. شو ترجع؟ اصبر. حنا على طلعة. كانت ترمبة شيء. اصبر. بس دعس وطفى على طول. ها؟ ايش في كذا يحنحن؟ يقال ان الغداء اليوم سمك بس لعل السمك جينا متاخر شوي. ظلم الوقت يا ابو عبد الرحمن. عليه بس يقوم تجري اتصالاتك اليوم. اوميجا اوميجا تجري اتصالاتك بدون اتصالات. بدون هالمره بدون اتصالات لان الاوميجا يجي بالطيب ما يجي بالغصب. بسم الله. سمك سمك. والله تقل جل المغرب وضبطت الكام كانها بدت تضبط ولا ايش رايكم؟ احس انها بدت تصير اوكي. راح الضباب.